غادي نبداو هذا هذا القماش هذا هذا الصراحه غزال بزاف، وكنتمناكم تجربوا هذا القماش كمرطب، هذا كمبيض، كمقشر، الصراحه جد رائع بزاف، وغادي تجربوه وغادي تردوا عليا. وهاد الوصفات اللي غادي نبدا ان شاء الله ننزل لكم، هذه كنعملها انا شخصيا ومجرباها وناجحه 100%. بالنسبه لهذا المقادير اللي غادي نحتاجو، هنايا عندي بالنسبه هنايا عندي القهوه، هنايا عندي جوج معلقات كبار من القهوه، عندي هنا ملعقه صغيره من ملعقه كبيره من الغسول المغربي، عندي هنايا ملعقه كبيره من الشوفان بحال ما هكذا مطحون، عندي هنايا ملعقه صغيره من الزيت، هذا انا درت زيت الكوكو، تقدروا تعملوا اي زيت عندكم. عندي هنايا ماء للورد للخلط. نمروا للطريقه، غادي نبداو الطريقه، غادي نضيف هنايا ملعقه من الغسول، كتبقى الكميه على حسب هذا الافراد. هنايا عندي انا غادي نديرها لشخص واحد، كضاعفوا الكميه، غادي نضيف الشوفان، غادي نضيف القهوه جد رائعه رائعه للتقشير الوجه والجسم بالكامل، غادي نضيف ماء الورد، ندمج هاد العناصر، نضيف بحال ما هكذا ماء الورد مع الخلط، كتبقى الكميه ديال ماء الورد غير محدوده حتى كيتخلط لينا هاد العناصر، كنلحقوا لذاك القوام اللي كنحتاجو، كتشوفوا يجينا على هاد القوام هذا بحال ما هكذا، ما يجيناش بحال ما كذا تطلقوه بزاف، كيجينا قابط راسو باش كتقدروا تحكموا فيه، تشوفوا غادي نزيد القليل. من بعد ما دمجتو ضفت هذيك معلقه صغيره من زيت الكوكو، كتقدروا تعملوا اي زيت عندكم متوفر في الدار بحال زيت الزيتون، زيت السمسم، اي زيت الصراحه كيجينا رائع حتى هو، وكيجينا مع هاد الخليط هذا. هذا الطريقه ديال الاستعمال ديالو، حتى صافي كتمشيو للحمام، وكت المرحله الاخيره ديال صافي ملي كتكملوا التحمام كلشي كتعملوه هو المرحله الاخيره، صافي كتعملوه بحال ما هكذا الجسم كامل، كتعملوا على الجسم كامل حتى لهذا الوجه، وكتخليوه 10 ديال الدقائق. من بعد كتعملوا واحد الماساج بحال ما هكذا دائري للجسم كامل حتى للوجه، صافي وكتغسلو كتشلو مزيان. الصراحه هذا القماش كيرطب مزيان الجسم، وكيعطيه واحد هذا واحد النعومه ورائحه رائعه غادي تبقى لكم في الجسم ديالكم، وكمقشر كصراحه كمبيض كنتمنى تجربوه وغتردوا عليا. وهذه الوصفه انا مأكده بلي غادي تعجبكم بزاف بزاف، وغادي تجربوها وغادي تشكروني عليها. وكنتمنى الوصفه ديال كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ديال هذا القماش الصراحه قماش وكمقشر وكمبيض، وكيعطي واحد الريحه رائعه بزاف بزاف، غادي يعجبكم، وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا. وكنتمنى هاد الوصفات التجميليه الى عجباتكم تخليوا لي التعليقات ديالكم الى بغيتوني نستمر وننزل لكم هادو الوصفات التجميليه اللي كنعمل انا شخصيا ومجرباها وناجحه 100%. تخليوا لي التعليقات ديالكم
وتشاركوا هذه الوصفة مع الأصدقاء ومع الأحباب باش تعمل فائدة على الجميع، وشاركوا في القناة باش يلحقكم كل ما هو جديد من الوصفات. وكنتمنى الدعم ديالكم الدائم والمستمر، ولا عجبتكم طبعا الوصفة خليوا لي واحد لايك. وبالصحة والراحة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.